السلام عليكم الدراري، معكم امو في حلقة جديدة من برنامجكم فليبو تي في. قبل ما نبدا بغيت نقول لهذوك اللي ما ابونيش يتابوناو عندي دابا وبارطاجيو الفيديو. فهاد الحلقة الموضوع ديالها كيفاش تخيو كونت باي بال. كان هذا الفيديو موجه لهذوك الاصحاب اللي عندهم قل 18 عام، حيت ما يمكنهمش يخيو كونت باي بال بلا كارت بونكير. ولكن لقيت لكم حل، يمكن لكم تخيو بلا كارت بونكير هاد الكونت، ويمكن لكم تاكتيفو وقت ما بغيتو. داكشي شغلكم، نبداو على بركة الله وضيعها لكم. كنصحكم ديرو كونت بارتيكولي مزيان بروفيسيونيل، ديرو بارتيكولي. الى كنتي باغي تبيع داكشي ونديرو ماروك هيا بخينا لادرس ايمان ديرو خاصكم تكتبوا لادريس جيميل ديالكم والموط باس ديالكم. خينو ديرو تيتو فليبو دات دو نيسونس ديرو 26 7. هذا اخر بوه الرقم يجي لكم في راسكم، حطوا الادريس ديال فين كتسكنوا. حنا دابا دارت طوم ما عرفنا ما نديرو بلاش. كود بوستال بالنسبة كود بوستال، شوفوا داك كود بوستال فين كتسكنوا نوريكم بلاش. الا بغيتي تعرف مثلا كود بوستال ديال المنطقة اللي فيها انت، كتدخل السيت ديال كود بوستال ماروك كليك على السيت صافي، كتقلب على كارتي في الفيديو ديالك و ديرو حمي ديرو كارتي كتشوف في ديالتك مثلا شارو حنا كارتا بلانكا وكتلقى كل كارتي فيها حدا كود بوستال ديالو كتكوبي كتقولي صافي وكتكتب النمر ديالك كتبو كود بوستال ديالي الشيفا الشيفا كوبي كون عامي شيرك ومن عم خرب قوة اسمح لينا اللي جات فيني مرتك اسمح لينا ما نعيطوش كملو من الخاطر
دير نمرتك هاي هذه المرحله اللي صعيبه كتجي بالنسبه لك اللي عنده لا كارت يكتب داك الشيء اللي خاصو اللي ما باغيش تيوصل 18 عام ويدير لك كارت بونكير ديالو يمكن ليه اكتيفيها كنشدو بحالكو كنشدو مالينو كنخليو بيبل كنخليو تشلاش بحالكو كنضربو كنسبيهم كنحيدو كنخليو كنضربو اونتخ كتمشي البروفيل ديالك داكشي ساهل اول بروفيل ديالك هاي اللي قلت لكم كتكونفيرميو لادريس ديالك كتمشيو الجيميل ديالكم كتلقاو واحد ليام كتكليكي عليه كتكونفيرما وبالنسبه لاكارت كتكليكيها وتاكتيفيها وقت ما بغيتي هاي سيدنا الحلقه سالات نشوفكم في حلقه جديده موضوع جديد ما تنساوش تكليكيو على اللايك وتبارطاجيو الفيديو يلا تشاو تهلاو.